حتى لو افترضنا انه الموضوع المينا هو العلمانية بيعرج لمواضيع تانية، الحرية والتغيير، السعودية، امريكا، فرنسا، مواضيع ما زهت اهمية. كانوا الناس اللي بتخاطبهم ديل هم شفع بتاع الروضة، يا طلبة وما يغشوكم، والخطاب العاطفي والرومانسي ده ما في موضوع مين، ما في قضايا بجد جد. يعني انا واحد معترض على فكرة انه يا اخي انا اجي داخل ويترد لي ويتقول لي كلام ما اقدر اجي انا ارد له، لانه ما في فرصة تانية. دي واحدة من الحاجات المفروض تراعى في المنبر ده، لو سميناه منبر. يعني عندي نقطة واحدة، السلفيين قاعدين يروجوا له ويشوهوا له مفهوم الحرية في حاجات ما عندها علاقة بالعلمانية. كنقطة واحدة، انه المداخل قبل شوية لابس فلينا بالنسبة لي ما علماني، يعني هو مسلم عادي ما منتمي لأي تيار، جا ناقش نقاش من نفس يعني من منظور معين هو شايفه، ما عنده علاقة بالعلمانية. يعني أي زول يخش في المنبر هو يخالف الكلام اللي قالوه السلف، هل هو علماني مثلا؟ هل بالضرورة أنا أكون علماني إذا جبت مثال إنه فرنسا أو العلمانية كويسة معناته أنا علماني مثلا؟ دي نقطة المفروض تتضبط. يعني في ناس ما علمانيين هنا بيجي بيداخلوا، لكن انتوا ككارتي بتاع تشويه للعلمانية كلها بيتهموهم انهم علمانيين، وسي انهم علمانيين، يعني المشكلة وين؟ ناقشوا بموضوعية، لكن ما تلبس كلام. مفهوم الحرية عايز نص معين في اي كتاب قريته للعلمانية، انه البيت تتعرى. يعني في العلمانية في نص بينص انه يا اخي مفروض على البيت انها تتعرى وتلبس اللي هي عايزاه، نص صريح موجود انا محتاج انه يعني اطلع عليه. ولو في نص زي ده قد يطلوات، معلش ما مشوق انا حاجه النقطه دي، قد يطلوات محتاج نص معين من العلمانيه انه يا اخي العلمانيه تدعو للواط ولا البروستيوشن العهري مثلا، ما في نصوص زي دي. تمام، وانا انا قاعد اتكلم، خلوني اواصل، اخذ فرصتي. هاي مش قاعدين تقولوا حريه، نحن قاعدين نقول حريه، انتوا بتنادوا بالحريه ذاتها، ما تتباكوا عشانها. انا خليني اخذ فرصتي بالكامل. يعني ما هي دي واحده من الحاجات اللي ما هتقدمنا هنا، سواء كنا يساريين ولا يمينين كده بالطريقه دي. يعني ما في نصوص، انا محتاج نص واحد يدعو انه مفروض على المسلم او على المسيحي او على الكائن الموجود في الدوله السودانيه دي انه يا اخي لازم يمارس اللواط، لانه احنا في ظل نظام علماني. علي بلدو انتوا الان قاعدين تمسكوه ككرت وتنسبوا انه هو زول علماني، ما في دليل انه يثبت هو علماني. ده زول بتاع طب، ده دكتور، ده بروفيسور بتاع طب نفسي، دي اراء هي بتمثله، ما بالضرورة إنه هو يكون علماني عشان يقول الحاجات دي. يعني ليه بتنسبوا موجهين نظركم نحو الحكومة دي؟ الحرية والتغيير قالت علاقة علي بلدو بالحرية والتغيير، بينتمي لتجسم في الحرية والتغيير. هل علي بلدو قبل الحرية والتغيير ما في؟ عشان أجي يصير نغازي دي ما في كلام، ما عنده أساس من الصحة. مفهوم الحرية أنا أتمنى عشان يكون في شفافيه في المنبر انه ما تشوهوا، جيبوا الحاجات على حقيقتها. في الكتاب الفلاني للعلمانيه مثلا في القضايا بتاعت اللواط والقضايا بتاعت عدم اتاحه الفرص او محاربه الاسلام كحاجه، دي بروباغندا جايبينها من وين الله اعلم، ما في حاجه زي دي اصلا، ما في نصوص، كلام ساي بتستغل مداخلات الناس في المنبر هنا وتبقي موضوع. يعني واحدة من الحاجات، هسي أنا ما خلصت نقطتي، الناس بتناقش. يعني دي واحد، أنا هسي أطالب إنه يكون في حرية وشفافية في المنبر، على أساس إنه زول يجي يتداخل هنا أيا كان تياره هو ياخذ فرصته. أنتوا زهجانين ليه؟ ليه بتجوطوا يعني؟ بس أتمنى توضيح. إذا الكلام اللي قاعد يحصل له هو قاعد يمثلكم، يبقى ما في مجال للحرية. يعني نحن بالنادي بالحرية، لكن ما قاعدين ننتقدها ولا ننتقص من حقها. يعني لأنه في مرة من المرات أنا دخلت هنا في نقطة مذكرة كويس، بتأسف إنه أنا ما أخذت فرصة
اساس انه اوضح النقطه دي، لانه انت تجد داخل هنا خلاص تطلع برا احنا نقول فيك اي كلام ما تلقى فرصه ثانيه في منبرنا. اللي هي النقطه بتاعت ذكرت انه يا اخي نحن كعلمانيين نحن ما ضد الدين، حتى ما اخذوا دقيقه يفكروا ما ضد الدين شنو الدين، لانه انت الان قاعد تنادي انه الدين عند الله الاسلام. نحن ما ضد الدين اللي هو الاسم الاسلام، ما ضدك هو دين او ما يشكل لنا خطر في الكره الارضيه وهو ضروره كونيه مثلا، ما كده. نحن ضد الدين المؤدلج فوق يتخطى كامبريلا، انه اي زول قاعد في الدوله دي ايا كانت قبيلته ولا عرقه ولا كده ملزم بالديانه دي. ما عندكم تصور من ابو بكر الصديق الى عمر البشير، ما في تصور لمفهوم دوله معينه، ما في تصور. الان مش المشروع الممكن تقودوا به دوله كسلفيين ما في، لكن بتستغلوا الهتر والكلام الغير موضوعي وتشويه مفهوم الحريه، لانه تلقوا الكسب وحشد وتغش بيه والطلبه اللي انتم قاعدين تفتكروا انكم بتخدمهم، لانه الطلبه ديل ما هم شفع روضه، يعني هم طلبه قادرين انهم يفكروا. معليش ما هي خلاص هو ده اسلوبكم كده، مجبرين انتوا تتعاملوا مع اي زول يخش في المنبر بهذا الاسلوب، مجبرين انكم تستمعوا له وتتعاملوا معه من اي رده فعل، لانه دي رده فعلكم. الحشد كله انتوا وبيشوه اي زول مختلف عنكم بيشوه. انا علماني، ما حريتي ابقى علماني انا، لكن ما من حريتك انه انت اذا كان اديتني فرصه هنا ما من حريتك وليس من الادب اللي انت قاعد تنادي به انك يعني تعمل لي تشويش مثلا في مداخلتي. انت خايف ليه؟ ما عندك فرصه الان. اتمنى نقطه معينه من انا ما كملتها، معلش ما كملتها، انا ما كملتها. مفهوم الحريه بيحتاج لنصوص للكلام اللي انتوا ذكرتوه، او انتوا كذابين، واحده من الاثنين. لو جاب لي ممكن يدوني فرصه ثانيه انا ما عنديش، لكن اتمنى انه يكون تدوا فرص ثانيه للناس، يعني ما تقولوا كلام ما قالته. شاكر جدا. انا هسه بديك فرصه، ولا تمش، خليك قريب، تعال ما تمش، مش داير فرصه، تعال تعال يا ولدنا، تعال تعال، انا هسه بديك فرصه، تعال هسه بديك فرصه، تعال هسه هاك، تعال هاك، تعال هاك، انا بديك سؤال واحد بس، تعال دار اديك سؤال واحد، تعال طيب. انا جايك لكلامك، وحقيقه مستفز جدا كلامك عن ابو بكر الصديق، انا جاي له ما بنساه ده وبنظمك فيه تمام، لكن قبال ده انت موضوعك اللي قلته مين وداير يعني فيه نص اللي هو قلت داير نص معين انه يعني مساله الحريه اللواط وغيره. طيب انا بقول لك انت ادينا نص من العلمانيين يمنع اللواط، تفضل. تمام، ده سؤال ما موضوعي بالنسبه لي، انا حجاوب له. ما هو الان انا لو قاعد اكرس لو في علمانيتي دي وقلت اطرح دوله علمانيه، لو كان همي انه تاكل وتمارس الزنا وتمارس اللواط، معلش ارفضني. الان دي حاجه انا ما نادت بها وقادر اتعامل معاه كعلماني، او اجي اطرح دولتي العلمانيه قادر اتعامل مع المواضيع دي. اطار الحريات ما بيضروا، لانه انت بتكرسي له، انت الان بترجع لمقدس معين بالنسبه لك ركيزه. الدين الاسلامي رؤيته في قضيه اللواط هو شنو؟ نجي نقيسه بالعلمانيين. الان في لواط هنا حاصل، دي العلمانيه، لانه ما عندك حاجه مؤسسيه بيرتكز عليها. أي ما بيروقة، واحدة واحدة، أنا سؤالي ثلاثة كلمات، أنا داري إجابتك برضو صغيرة كده، البر الكثير ما كويس. بس أنت سؤالي ليك، قلت لك الدينة، سؤالي ليك
قلت لك ادينا نص من العلمانية يمنع اللواط، ما عندك، ما عندك. تاني عندي لك سؤال انا. طيب ده ما جبت، ما عنده إجابة عليه صح؟ طيب خلاص، انت كعلماني بتنادي بالحرية، ادينا نص لضوابط الحرية. الضوابط الموجودة في العلمانية كحرية الآن، حريتك، الحرية محتاجين احنا نعرف الحرية شنو. انا محتاج انك تعرف لي الحرية شنو عشان انا اجاوبك للحاجة دي. لكن نحن الحرية لنا كعلمانيين انه ممارستك للمنبر هنا، حتى لو انت كسلفي او انا كعلماني او شيوعي، ممارستك للمنبر انه من حقك تمارسه، لكن ما من حقك انك تمنعني، او انا ما من حقي انه امنعك انك تمارس حريتك. ده مفهوم الحرية، وده مفهوم رقعة التناديب العلماني هي ذاتها. ده ما سؤالي ولا الإجابة عليه. أنا كلامي أنت قلت يا أخي مسألة اللواط والحاجات الكعبة دي الشينة دي، أنت معلش ما خلاص الحاجات دي أنت قلت يا أخي أدوني نص بنص من العلمانية إنها بتجوز. نحن عندنا العلمانية تقول بالحرية، والحرية هي أن تفعل ما تشاء، صح؟ أن تفعل ما تشاء. أنت طالبتك بالضوابط اللي بتمنع الافعال الفاضحه زي اللواط والتعري ودي بنص يقيد الحريه اللي عندكم. اديني نص بقيده، والا يبقى اللواط داخل ولا ما داخل؟ بس سؤالك ده بيقيم على شنو؟ على انه انت اللواط بالنسبه لك تاثيرك منه هو شنو، او ليه انت واضعه في الحاجات المقيدات سواء كان هو لواط ولا زنا، لسبب واحد معين، انه انت بيرتكس لمقدس. المقدس ده ايا كان هو، سواء كان معلش ما تقاطعني يعني، اسمعني ما تقاطعني، انا حوضح يعني. حوضح انا، ما تقاطعني انا يا اخوانا. يا اخوانا الشاب ده انا سالته عن الحريه عند العلمانيين، المقدس والاسلام اتكلمت عنه؟ انا ما اتكلمت عن الاسلام يا اخي، بس داير حاجه واحده، سؤالي حاجه واحده. الثاني الاول ما غلبك، الثاني بس داير نص من العلمانية يقيد الحرية بتاعت الناس إنها ما تعمل اللواط، وإلا يبقى اللواط الناس تعمله بس. دي أسئلة بيزنطية لسبب واحد، إنه يا أخي كونه أنت زادك شايف اللواط إنه هو مقيد لأنه بيرتكز لشنو، أو بترجع لشنو، أو ضررك منه شنو بتأسس منه. ما الآن كعلمانيين مثلا نحن مثلا اللواط ده ما بالنسبة لي موضوع نجي ينضم تحت الحريات لأنه ما شايف إنه خطير. أنت شايفه الآن إنه الآن ما معليش إنه الآن أنت شايفه خطير، أو شايفه حاجة ممكن تكون شينفول أو حاجة موزية، لأنك بتنطلق. لو افترضنا إنه طرحنا الدولة العلمانية دي ما حرمنا اللواط، هل أنت حتقبلها؟ إذا جبنا دولة علمانية قلنا اللواط والزنا في الدولة العلمانية ممنوع، هل أنت حتقبل الدولة العلمانية مثلا؟ حتعجب بها كده؟ ده سؤال برضو يا أحمد. شكرا جزيلا. يا أخي تقول لي جيب لي نص، أنت براك الآن اديتني النص، براك قال ادونا نص من العلمانية يقول إنه اللواط ما فيه حاجة، يا هو ما قلتها براك في النهاية، عشان تعرف من قبل فك في الناس شريحة إنه خلاص الود فاهم وجادي على الشنطة بالجنبة والنظارات، يا دي انت ما عندك اي حاجة، فاهم شنو انت؟ اصل انت سؤالين قاعد تتنطط، تيجي تقول ادوني فرصة، انا اوعى تقول ادوني فرصة كاملة، فهمت؟ اوعى تقول تبت ولا ما تبت، قول تبت. قال دار فرصة كاملة، قال ما عندهم اي حاجة نازل، شوف فاهمهم مالين لهم كلام، الواحد جاي يكشر بيه يكوي في القميص من العصر تلقاه، عشان يجي يجيب بيه وكذا خلاص، انما الواد فاهم له حاجة. العلمانية يا ولدنا، انت لما تنادي بشعار، انا دار الناس كمان تفهم معلومة زيادة، لما تنادي بشعار الشعار ده دائما بيحمل مفاهيم. لما تقول مثلا شعار حرية سلام عدالة، الشعارات دي عندها مفاهيم ولا هي كلمات الزول بيقولها بس؟ عندها مفاهيم من وراء. لما تقول عدالة مفترض الناس تكون متساوية عندك، انت عندك
تكون الناس متساوية تماما. لمن تنادي انت بالسلام مفترض انت ترعى السلم وتبحث عن السلم وتوقف الحرب. لمن تقول الحرية مفترض انت تطلق للناس العنان انه يفعلوا شنو ما يشاءوا. ده مفهوم الحرية. لما تقول انا بنادي بالحرية انا طوالي بتبادر لذهني شنو انه ما في حاجة ممنوعة، مش كده يا شباب؟ لما اقول لكم يا شباب انتوا احرار معناها شنو؟ طيب هل انا تاني عندي الحق اجي اقيد حرياتكم؟ ما عندي الحق. ما دام قلت انتوا احرار خلاص تحد مسمى احرار. انت اللغه العربيه دي بتعرفها؟ لما اقول فلان حر يعني شنو؟ غير مغيد، يعني افعل ما تشاء، حر زنا، حر في اللواط، حر في اي شيء. فانت بتقول لك مفهوم وبتجرس منه ليه؟ لانه انت خايف من الطلبه والمجرس منهم مما دخلت المداخله. الناس دي كلها بتخش بتتكلم، انت ليه قلبك ويشيل وينبس في الطلبه وانتوا الطلاب دي اللي جايبينهم وتملون كلام؟ يا زلمه ملون شنو؟ نحن بنتكلم الان ما قاعد يعترضوا علينا، ها رايك شنو؟ منو قاعد يعترض علينا؟ ما في زول بيعترض. ليه؟ لانه كلامنا اللي بنقوله بيوافق الشيء اللي قاعد في قلوبهم هم، بيوافق فطرتهم الصحيحه، بيوافق تدينهم، بيوافق اخلاقهم، بيوافق عرفهم اللي عاشوا عليه وربون عليه اماتهم. ده عشان كده انت لما تجي تقول كلام مخالف العقل، مخالف الاخلاق، مخالف الفطره، مش طبيعي جدا الطلبه يعترضوا عليك؟ قال دي ناسك حاجينهم وجايبينهم. يا زلمه انت ما تخاف الله؟ ده الطلبه الداخليه انت بتعرفون ولا شنو؟ وده جاي من وين ده؟ ده الطلبه الداخليه علام الناس قاعدين بس فنجاتهم ومشى وين؟ طيب قال ما عندكم موضوع مين؟ حافظ لك كلمتين انجليزي دارك شربين. ما عندكم موضوع مين؟ يا زول الموضوع ده مين؟ من قبل احنا شغالين في الموضوع المين اسمه السنه والرد على الزنادقه. يتكلم اخونا ابراهيم ده ويتكلم بعديه يسري. ده الموضوع المين انت ما حضرته. انت جاي كتب تكوي في قميصك. انت ساعتك ما جايب خبر. قال المداخل الدخل قبيل ما علماني. نحن ما قضيتنا هو علماني ما علماني. الافكار اللي طرحها افكار علمانيه احنا بنرد عليها بمنطلق انه دي افكار علمانيه، ما قضيتنا. بعدك يبقى هو علماني ما علماني، ده موضوع بخصه. ها صفق له ذاته ذاك براه وبس، والصفقه تعبانه. بعدك قال دارين احنا نص من العلمانيه. يا اخواننا ما في نص اكثر من الشعار بتاعك. شوف نحن الان الشعارات اللي بننادي بها مثلا اي سلفي تلاقيه بيقول لك كتاب وسنه، مش كده؟ بفهم السلف الصالح. ممكن تيجي تقول للسلفيين يا سلفيين ادونا دليل على انه انتوا بتاعين الكتاب والسنه. يا اخي انا بقول لك ليل ونهار لدار لا دليل سيجيبه؟ ما ليل ونهار ده شعاري انا، شعاري الاساسي اللي هو شنو؟ الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. انت شعارك حريه سلام وعداله، تقول لي ادوني نص من العلم، اجيب لك من وين يعني نص؟ ما ده شعارك انت اللي بتنادي به. الناس عجيبين خلاص. طيب قال ادونا نص كلمتان كمان حاول يعدل، ادونا نص انه لازم الناس يمارسوا اللواط. لا لا انتوا ما بتقولوا لازم، ما بتقولوا لازم، لكن عندكم اللواط مسموح. ونحن ما قضيتنا انه ملزمين، ما في ذول بنلزمه. لا ما ملزمين، هو يا اخي الزواج الشرعي الحلال ذاك الزواج، مره تعرسها مره، ما راجل مره تعرسها ومين اهلها، ما واجب الزواج، ما واجب. قال اللواط واجب كيف يعني؟ يا الناس تمام. القضيه في مساله السماح يعني. في واحد قال له حاجه جاي. طيب قال نحن ما ضد الدين الاسلامي. وطيب ده تكون ضد الدين كيف يعني؟ بس وريني يعني، اشرح لي عباره نحن ما ضد الدين كيف يعني؟ انت الاسلام قلت نحن دارين الحريه، الجهاد عندك راي فيه، التوحيد عندك راي فيه، ابو بكر الصديق تكلم في ابو بكر الصديق انت؟ يا ولدنا ما تتقي الله، ما بتخاف ربك؟ انت عارف ابو بكر الصديق ده منو؟ ده انت عارفه منو ابو بكر الصديق؟ عشان انت تتكلم فيه. نزلت ايه من السماء من ربنا
سبحانه وتعالى. ربنا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وده محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحزن. ها محمد صلى الله عليه وسلم يقول له لا تحزن إن الله معنا، ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وربنا تكلم عنه بآية من السماء. إنت تكلم فيه فأبو بكر الصديق ما عندكم رؤية؟ بالله أبو بكر الصديق ما عنده رؤية؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقته أكان بيحكم ما يعادل 20 دولة من دولك الليلة دي. أتحداك، خليني من أي رؤية تانية، أتحداك الآن أنت وأي علماني معاك وأي زول بيطعن في الصحابة من الشيعة والعلمانيين لليلة، أدوني واحد في عهد أبو بكر الصديق هجاوا بكلمة واحدة. واحد لليلة هجا أبو بكر الصديق بكلمة واحدة. ما في يا أخي، الناس عايشة في عهد أبو بكر الصديق في رغد وفي أمان وفي فتوحات إسلامية. حتى اليهود والنصارى المستأمنين اللي كانوا عايشين في الدولة الإسلامية أكانوا عايشين في رغد العيش من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تيجي تقول أبو بكر الصديق ما عنده رؤية، أنت رؤيتك شنو اللي قدمته؟ رؤيتك شنو أنت؟ أنت الآن سألناك سؤالين قعدت تلف وتدور، وأنا وإنه إنه بتاع شنو؟ ده سؤالين أنت غلبنك، سؤالين أنت عندك رؤية؟ رؤيتك شنو أنت هسه؟ رؤيتك اللواء؟ رؤيتك شنو؟ أنت تتكلم في أبو بكر الصديق؟ زول ما قادر تنزه لسانك أنت وتعيف لسانك وتملى خشمك ده بكلمة فيها كرامة، كرامة للبشرية، وتقول اللواء ده ممنوع والله كريه، ما قادر تملى خشمك بكلمة أخلاق في مسألة اللواط، تتكلم في أبو بكر الصديق؟ تتكلم أنت في أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ده صحابي جليل. والله إن لا بس ما إعدام ده ما عندنا إحنا، أنت كمان ما تبالغ يا بيجي ده. صحيح إحنا زعلانين والله، والله غضبانين للكلام اللي بيقوله السيء في أبو بكر الصديق، لكن مسألة إقامة حدود ولا إعدام ولا ضرب زول ولا غيره دين إحنا ما من حقنا إطلاقا، دي ما من حقنا، ده حق الحكومة، ده تغييم السلطات الجهات القضائية، ده موضوع يخصهم. لكن اللي لقيتنا برا بنسألك، أنت عارف الموضوع ده، لكن والله كلامك ده ما خليك فيه كله كله. أنت تتكلم في أبو بكر الصديق، والله أنت ما تساوي النعال اللي لبسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال أنتوا من زمن، من زمن، قال أبو بكر الصديق ليه عمر البشير؟ قال ما عندكم رؤية. الليلة الديني الرؤية بتاعتك أنت كعلماني، العلمانيين دي مش كان بينادوا قبل أيام الثورة وما الثورة وثورتنا دي ما بتقدرها، جاتوا البلد كلها، وين الآن رؤيتكم؟ رؤيتكم خليت في الدولة كلها، رؤيتكم في العيش وينها؟ تعال ادينا رؤية في العيش، خش ادينا رؤية في حل أزمة العيش. استهبل تكلم في أبو بكر الصديق أنت؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشايل نص المال بتاعه اللي بيملكه ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا نصف مالي يا رسول الله، ولقى أبو بكر الصديق سبقه ووضع كل ماله في سبيل الله. كل ماله خدته في سبيل الله، انتوا طلعتوا حاجة؟ انتوا طلعتوا حاجة؟ انت الدين عندك رأي فيه وتسهيل الإسلام، ويتكلم في أبو بكر الصديق؟ ثاني تعال قول دار فرصة. طيب ثاني ما عنده حاجة؟ فرصة، فرصة مفتوحة. جزاه الله خير شيخ أبو بكر على دفاعه، وكذلك الطلبة المسلمين جميعا طلاب داخلية الوسط على دفاعهم عن أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الرسل بإجماع العلماء جميعا. وربنا سبحانه وتعالى قال عنه وسيجنبها الأتقى، يعني مش أبو بكر الصديق متقي ومن المتقين فقط، هو الأتقى في المتقين والأتقى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وتتزكية ثانية، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، حيدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس بين أصحابه وقال 10 في الجنة، والعشرة دي كلهم أحياء كانوا الوقت ذات، أول واحد أبو بكر في الجنة،
عمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، فعد 10 وهم أحياء، قال لهم أنتم جوا الجنة عليه الصلاة والسلام. فما ضر السحاب نبيح الكلاب، نعم ما يضر، ما بالعكس سبق ده أبو بكر الصديق، هو شنو؟ هو زيادة أجر له، لكن ده ما فاهم. بعدين وده بينافي ذات الحرية، صح ولا ما صح؟ الحرية بينافيها كلامك ده. لكن أنا بقدر أمسكك، لأنه شيخ أبو بكر وفى وكفى في الدفاع عن الصحابة، والطلبة كلهم ساعدوا، والعلمانين بحرقهم لما الطلبة كلهم المسلمين ديل يردوا عليهم من برا في كلامهم الكفري وكلامهم بتاع الزندقة وكلامهم الشين، بحرقهم يجي يقول لك ديل ناسكم جايبينهم من برا. أول حاجة تلاميذنا بصاد جدا هنا كده، أنا داير الطلبة بتاع داخلية الوسط البداع عن أبو بكر الصديق وبيزعلاني من العلماني داير في عدهم. شوف تقول لي ديل انتوا جايبينهم من برا؟ ديل ناس هنا ناس مسلمين وعندهم غيرة على الإسلام، والغيرة دي من الإيمان. إذا أنت ما بتغير على الصحابة وما بتغير على عرض الصحابة وعلى الإسلام وتغير على القرآن والسنة، انت ايمانك ذاته في مشكله كبيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يغار وان المؤمن يغار، وغيره الله ان ياتي المرء ما حرم الله. فدي غيره من الطلبه المسلمين ديل يؤجروا عليها، وجوا عنكم يا علمانين. وده الحاصل ده ليه خير؟ لانه ده اكبر دليل انه العلمانين في البلد دي يا جماعه مش ضنب ومرقه، بقى ما عندهم ضنب ذاته. لكن انا دار اعلق على نقطه غير دي، موضوع اللواء ده دار احكه شويه. ليه؟ لانه زول ده قال كلمه خطيره، انت مش سبيت ابو بكر؟ والله لا ادبك ادب ان شاء الله لما تتكيف. الزول ده قال ابو بكر لما زنقوا في الفتيل بتاعه، طبعا زنقوا تمام، زنقوا قام قال في موضع اللواط، لو لواط قال لي بس اديني نص يحرمه في العلمانيه، ما قدر. في النهايه قام قال انا ما بجيب لك نص، لانه نحن كعلمانيين اللواط عندنا ما خطير. شفت الكلمة دي؟ طبعا دقيقة، اللواط يا جماعة مفعول بين طرفين، موضوع بين طرفين، صح ولا ما صح؟ والطرفين ذكور، راجل وراجل، صح ولا ما صح؟ الطرف الأول هو الفاعل، والطرف الثاني هو المفعول. خد بالك في الحتة دي، فاعل وشنو؟ ومفعول. ما بحتاج أشرح وأنا ما بفسر وأنت ما تقصر. العلماني ده قال اللواط بالطرفين فاعل ومفعول، طبعا ما خطير عنده. يعني هو انت بفهمك ما فاهمين منها كحريه بتاعتك، انت ممكن تكون فاعل ما عندك ما خطير، وممكن تكون مفعول ما خطير. صحيح ولا ما صحيح؟ ولا انا قلت حاجه من عندي؟ الزول ده قال اللواط ما خطير، يعني الشغله جابت لها كفر وسب للصحابه وخيابه، والله العظيم. ثاني ممكن بالفم المليان اذا قال لنا عرف العلمانيه نقول هي الخيابه، انتهى الموضوع. اللواط ما خطير يا قليل ادب، يعني يكون مفعول بك؟ يا اخي ما تخجل يا اخي، يا اخي اديك ما برضى ده، اديك انت يكون مفعول بك كيف يعني؟ خيابه يا اخي، رجاله سايا ناس، رجاله. العلمانيين ما عندهم، مجرد رجاله ذره، يقول ما خطير. اللواط ده ما فاعل ومفعول، الاثنين قال عنده ما خطير، يكون مفعول ويكون فاعل. المهم طيب، بعد ذا قال لما سالوا عن علي بلدو، قال علي بلدو ده نصكم شنو؟ دليلكم شنو؟ انه علماني ده ما دكتور وما بعرفه، طرح رؤيته الى اخره. هاي دكتور نفساني لكن علماني وعنده اللواط برضه ما خطير، ما في حاجه يعني فينا علماني. العلمانيه دي يا جماعه فكر مش بطاقات، هم ديل ترنقع ساكت. العلمانيه ما بطاقات، يعني انت علماني جيب البطاقه حمراء يا علماني، لا ما كده. العلمانيه دي فكر، افكار يا هو الافكار دي الشيطانيه دي. ناس قالوا والله البلد دي احنا حنبنيه، جو قالوا داير اللواط فاعل ومفعول، قال ما خطير، كله ما خطير. عرفت كلامي؟ والله يعني والله ذاته نحن، والله نحن قاعد يعني نصرف كلام كثير في بشر زي العلمانيين ده، ما بيستاهلوا ذاته، ما بيستاهلوا. واحد عنده انه يكون مفعول به وما خطير،
حسي ده يرد عليه ويقول له شنو؟ بطريقتك ما خطير بطريقتك. طيب قال ما في نص من العلمانية يدعو ليتعري النساء ولا الزنا. قال اتحداكم جيبوا لي نص. كتب كثيرة، واحد كتاب أصل العائلة لفريدريك إنجلز الصفحة 62، صفحة كم؟ 62. إنجلز بيقول كلام طويل في الصفحة 62 وانت ماشي صفحتين ثلاثة لقدام، خلاصته صفحة كم؟ اتحداك لو ما لقيته. كتاب أصل العائلة لإنجلز الصفحة 62 وانت ماشي لقدام، 62 63 إلى 65، بيتكلم عن شنو؟ قال المرأة في دولتنا، قال العلمانية الشيوعية ذات حقتهم، قال لابد نزيل شكل الأسرة المبنية على الزواج ونجعل النساء اللاتي يفعلن البغاء، يعني الزنا، اللاتي يفعلن البغاء في المجتمع نجعلهن كاللاتي يفعلن الزواج ولا ينكر عليهن. صفحة كم؟ 62 وانت ماشي. كتاب البيان الشيوعي ألفه، وذكر انه كعلماني وكشيوعي ذكره بالنص، كتاب البيان الشيوعي للينين وتاني منه وإنجلس والتاني ذاك منه ماركس ولينين وإنجلس الثلاثة مش كده؟ طيب ماركس وإنجلس ومعهم واحد تالي، لا 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 ثلاثة، المهم ألفوا البيان الشيوعي وده العمدة في مؤلفات الشيوعيين في الصفحة تقريبا 32 أو 35، بيتكلم عن إشاعة النساء. قال ما هذا الزعر الذي تلقيه إلينا البرجوازية وتتهم الشيوعيين بأنهم يقولون بإشاعة النساء؟ قال ونقول لا حاجة بالشيوعيين إلى إشاعة النساء لأنها لا تزال تقريبا موجودة عند الشيوعيين. إشاعة النساء يعني شنو؟ يعني إشاعة الزنا. ما في حاجة اسمه بنتي ولا مرتي ولا تتزوجها. المرأة كان زوجتك ذاتها وكان أمك ملكي مشاع لشنو يا جماعة؟ للجميع. النص الثالث هو كلامك انت اللي واضح شنو؟ ما خطير ده النص الثالث. طيب بعدين موضوع فرصة تانية وما تانية، والله أكثر فرص وأطول فرص في منبرنا ده. العلماني ما بيدوك ذاته فرص طويلة بالذات إذا كان عندك حجة ما بيخلوك تتكلم أصلا. والكيزان برضو كده، قبل كده خشيت للتراب هنا في سكول، المرة الثانية خنقوني من فوق ورموني من فوق الترابين، جابوا في قناة الشروق الصوت قطعوا صوتي، جابوني طاير في الهواء، وقعت في دقيت في الساون ولا الأورجن ما بعرف. والمرة الأولى برضو ناقشت في نجيلة هندسة بتاع جامعة الخرطوم، ميدان الغربي الميدان الجوة بتاع الجامعة ده، ناقشت ودانو دقيقتين بس قام فصلوا. شنو فصلوا؟ الماي. أكثر فرص بتاخدوها هنا، ليه؟ نحن ما بنخاف منك وعارفين انك كل ما تتكلم بتطلع شنو؟ كفر، وكمان جابت لها خيابة وجابت لها حاجات تانية. والله انا لو منك تاني ما بجي جنب الطلبة ده الرجال، وانت ما عندك مشكلة ما خطير، عرفتها؟ الطلبة ده الرجال المفروض ما تجينا تاني يا طلبة. اي ممنوع الاختلاط، ده ممنوع الاختلاط. السلام عليكم ورحمة الله.